يلا الحضارة الشمس الما بتدارة تملى كل الدنيا بغيرة وبأنوارة. أنا سوداني هاي أنا سوداني هاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدون الأكارم أهلا ومرحبا بكم في إصدار جديد من مجلة تواصل من سوداني، والتي نتابع من خلالها طيفا من الأحداث والفعاليات جديد سوداني وعديد الفقرات من خلال هذه الإصدارة. أهلا ومرحبا بكم. أحداث متنوعة وفعاليات مختلفة كشفت الأدوار الكبيرة والمتعاظمة للسوداني في مجال تطور بنية قطاع الاتصالات بالبلاد وإسهامه المجتمعي في برامج نهضة المجتمع. من أبرز هذه الأحداث والفعاليات تكريم سوداتيل لأوائل الشهادة السودانية، فضلا عن رعاية السوداني للمنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية والاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية عبر تكريم عدد من منظمات المجتمع المدني. سوداتيل أنا سوداتيل أنا 20 سنة وحتزيد بقربنا بحبنا ووقفتنا إيد في الإيد. نحن الإنجاز القمة وحجر الأساس، نحن الإحساس الواصل كل الناس في كل بيت دخلنا. تفعيلاً لدور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولأن السوداني تعد شريكاً أصيلاً لتحقيق هذه الأهداف، كانت رعاية المشغل الوطني للاتصالات سوداني لفعاليات المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية، والتي امتدت أعماله في الفترة من 24 من سبتمبر وحتى 26 منه، بمشاركة عدد من وزراء الزراعة العرب وخبراء في مجال التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وبتشريف مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن إبراهيم. ويأتي تنظيم المنتدى من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كجزء من الاهتمام بتوسيع دور التكنولوجيا الاتصالات في زيادة الإنتاج الزراعي في الوطن العربي. وقد أعلنت سوداتيل خلال المنتدى عن جملة من المساهمات لتعزيز هذا الدور. علينا على أنفسنا أن نقوم في مجموعة سوداتيل الاتصالات وبنك المال المتحد أن نقوم بتدريب 100 مزارع لتمكينهم من استخدام تكنولوجيا المعلومات في التسويق وفي زيادة الإنتاج وفي معرفة أسعار المحاصيل وربطهم بالعالم الخارجي، مما يساعد على أن تزيد أرباحهم بأكثر من 35%. استشعارا للأدوار المجتمعية المتعددة والكبيرة التي ظلت تعليها شركة سوداني في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وتفاعلا مع الظروف الصحية والبيئية التي تعيشها مدينة كسلة، دشنت شركة سوداني القافلة الصحية المتكاملة لولاية كسلة بالتعاون مع منظمتي شباب النجدة ومنازل السائلين، وذلك بتشريف وزير ديوان الحكم الاتحادي ووالي كسلة والرئيس التنفيذي مجموعة سوداتيل ولفيف من الصحفيين. وتحتوي القافلة التي امتد أجلها من 2 إلى 5 أكتوبر على برامج علاجية وتوعوية وإصحاح للبيئة. وقد وجدت القافلة عن أيام عملها بمدينة كسلة ترحيبا كبيرا من مواطني الولاية والمدينة، والذين عبروا عن تقديرهم لهذه المبادرة من سوداتيل. وفد كبير في الإدارة التنفيذية لمجموعة سوداتيل يتقدمه الرئيس التنفيذي لسوداتيل قام بجولة واسعة على الولايات الشرقية للبلاد، شملت البحر الأحمر وكسلة والقضارف، وذلك بغرض الوقوف على سير الأداء ميدانيا بهذه الولايات إلى جانب تلمس احتياجات هذه الولايات في مجالات الاتصالات والحكومة الذكية. وتم خلال الزيارة عقد اجتماع للإدارة التنفيذية للمجموعة بمدينة بور سودان، كما تم توقيع العديد من التفاهمات مع حكومات هذه الولايات بغرض ترقية وتطوير أداء سوداتيل بمدن الولايات الشرقية.
في إطار شراكات التي تجمع مجموعة سوداتيل للاتصالات بالعديد من المؤسسات والشركات العالمية الكبرى، زار الرئيس التنفيذي لشركة ليكويد تيليكوم المستر سترايف ماسيوا مجموعة سوداتيل للاتصالات، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتيل الباشمهندس طارق حمزة، ووقف الضيف الزائر خلال طوافه برئاسة المجموعة على إمكانيات وقدرات سوداتيل إلى جانب المشروعات المستقبلية، وتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتطوير التعاون بين الطرفين، كما تم إجراء حوار مفتوح مع الشباب لاستعراض تجربة مستر ماسيوا في مجال ريادة الأعمال باعتبارها تجربة رائدة وناجحة. انبهرته بحجم الباور الموجود في الإيفنت ده، قدوم واعد بشدة مش بس للتيليكوم سيكتر أو لقطاع الاتصالات، لكن كمان لقطاع الشباب وريادة الأعمال ولحاجات تانية كثيرة شديد هو تكلم عنها. وصلاً لاهتمام سوداني دوماً بكل المتفوقين في كل المجالات، كان الاحتفال السنوي الذي نظمه المشغل الوطني للاتصالات تكريماً واحتفاءً بأوائل الشهادة السودانية، وذلك تقديراً وتحفيزاً لكل المتفوقين في امتحانات الشهادة السودانية. إن مجموعة سوداني كمشغل وطني تعتز وتفخر أن تكون الراعي الأول للتعليم بالسودان، وحينما نطلع بهذا العمل حزبنا فيه إعلاء شأن الوطن والوطنية لا مناً ولا أذى، ولكن واجب يمليه علينا الضمير الوطني باعتبارنا جزء أصيل من النسيج الوطني، حيث كان سوداتيل مع الطلاب ولا ذلك في مشاريع الإجلاس، وكانت معهم في تأهيل المعامل المدرسية وتأهيل الداخليات ومشروع كراس لكل طالب ومبادرة أنير دربي للكتاب المدرسي، ومشوار طويل ممتد يستمر ويتجدد معكم. وفي ذات المنحة والذي يعكس رعاية سوداني للمتفوقين، رعت سوداني احتفالية أبناء الولاية الشمالية بتكريم أبنائها المتفوقين في امتحانات الشهادة السودانية. في إطار الشراكة الخيرة التي تجمع شركة سوداني ومنظمة ظلال الرحمة الخيرية، نظمت احتفالية ببرج سوداتيل بمناسبة مرور 10 أعوام التي كانت ثمرتها حملة أنير دربي لجمع وتوزيع الكتاب المدرسي وعديد الأعمال الخيرية. وقد تم خلال الاحتفالية استعراض تجربة حملة أنير دربي لجمع وتوزيع الكتاب المدرسي، والتي تهدف لجمع الكتاب في المدارس الخاصة وإعادة توزيعه على عدد من المدارس الطرفية بالعاصمة والولايات. حملت سوداني البشر لأهل دارفور وهي تقدم لهم الجديد والمفيد في عالم الاتصالات. مدينة الفاشر كانت على موعد مع حدث فريد، وذلك من خلال احتفال سوداني بتدشين شبكة الجيل الرابع 4G كثاني مدينة بعد الخرطوم. عبر فقرة جديد سوداني نلمح جانبا من هذه الاحتفالات. مواكب من الفرح والبشر تهللت بها وجوه أهل مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، وهي تحتفل بحدث فريد وهو تدشين خدمة الجيل الرابع 4G بلس كثاني مدينة تتمتع بهذه الخدمة بعد العاصمة الخرطوم، وهي خطوة لعكس انفتاح سوداني على مشتركيها في كل بقعة في أرض بلادي. 4G بلس من سوداني، والتي تعتبر أسرع خدمة انترنت في السودان، ستمكن مشتركي سوداني من التمتع بخدمة مميزة وذات جودة عالية وبسرعة فائقة.
احتفالات متنوعة احتضنتها مدينة الفاشر تعددت ما بين المهرجانات الرياضية والليالي الثقافية والاحتفالات الرسمية التي شرفتها حكومة الولاية التي عبرت على لسان والي الولاية عن عظيم تقديرهم لهذه الخطوة اللافتة من سوداني لأهل ولاية شمال دارفور. نشهد هذه النقلة التقنية الهائلة لهذه الشركة العملاقة التي ظلت تقدم عطاء متواصلا الليل والنهار وتقدم نموذجا حسنا وكبيرا لهذه البلد إن شاء الله رب العالمين. ونعتقد أنه هذا تطور تكنولوجي هائل بالنسبة لهذه الشركة. عبر هذه الفقرة ومن خلال إصدارات مختلفة تابعنا عدد من الوجوه التي تميزت بالعطاء أثر والمبادرات المتميزة في مجموعة سوداتل. عبر هذه الفقرة نتابع أحد هذه الوجوه. سوداني وأصيل في دم جاري النيل نجم نجاح وبيعرف كيف يبدأ صح دربه أخضر بابه واسع في إيده لو مفتاح إنجاز ولو كان بسيط بالفرحة بنحكي ونعيد بصف. سعداء جدا أنه نتحدث اليوم باسم الشركة السودانية للاتصالات سوداتل، تلك المؤسسة الكبيرة الرائدة في مجال الاتصالات، وتحديدا طبعا سوداتل شركة معروفة على نطاق السودان وعلى نطاق أفريقيا باستثمارات العديدة والمتعددة. يعني واحدة من الأزرع الرئيسية لسوداتل وهي بتأدي بخدماتها المختلفة. ما نحن بصدر اليوم أكاديمية سوداتل للاتصالات، وهي أحد الفروع والصروح أنشأتها هذه الشركة حقيقة لتقديم العديد من الخدمات. سوداكات هي مؤسسة عريقة تطورت تطور طبيعي جدا لتطور سوداتيل من ناحية، وتطور تطور طبيعي جدا لتطور الاتصالات في السودان. يعني نحن الآن نعد العدة لتنفيذ بنفتكر حدث كبير بالنسبة لنا، ملتقى اسمه التميز في إدارة الأعمال، تجارب عملية ونماذج تطبيقية. المتقطع حقيقة أن طبعاً التميز الآن بقت أي كل المؤسسات في العالم في السودان في المنطقة بتبحث عن التميز، بتبحث أن تؤدي الأداء الأفضل. فالملتقطع هو حيناقش بحوث علمية وأوراق علمية في العديد من المجالات. يعني نحن عندنا زي محاور، خمسة محاور تقريباً أو ستة محاور دايرين نطرقها في هذا الملتقى، دايرين نشوف المؤسسات المتميزة كيف تميزت وشنو خلاها تتميز. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه هذا العمل يعني يلقى حظه من القبول والتوفيق، وما التوفيق إلا من الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا. نحن اليوم نشهد هذا العمل المبرور، وقد شهدنا مبادرات كثيرة لشركة سوداني وهي تواصل في هذه الشراكة وفقا للمسؤولية الاجتماعية وقيم وأخلاق السودان وأعراف الأعمال في مثل هذه الحالات، أن يكون هذا هو الديدن وهذا هو السبيل. أعزائي المشاهدين، كانت هذه حصيلة هذا العدد من مجلة تواصل من سوداني، والتي تابعنا من خلالها العديد من الفقرات والمبادرات المختلفة التي قامت بها سوداني خلال الفترة الماضية. تابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التالية. حتى الملتقى في عدد قادم، دمتم بخير وفي أمان الله. أنا سوداني، هاي هاي أنا سوداني.
الحضارة، الشمس الما بتدارة، تملى كل الدنيا بغيرة وبأنوارة. أنا سوداني.